عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش تعرفوا الأزمة الروسية وأوكرانيا هي مفتعلة. دونك كاين بزاف الصهاينة وأتباع أمريكا وفرنسا وما يشبه يشوهوا في الصورة نتاع بوتين والصورة تاع الروس. Lorsqu'il s'agit de l'affaire de la Palestine, les crimes israéliens, personne ne parle. C'est pas. Je crois que tout le monde a dit que quoi, Israël, l'Irak. Et pourtant, l'Arde Machine Taha, ou Khatfatha Israël, ou Dadha le Palestinien, ou Narfo le Kissa Gaïti. Mais il y a des gens qui ont dit que l'Ukrainien, il y a des gens qui ont dit que l'Amérique, وهي مفتعلة. كنشوف باللي هي أمريكا اللي حبت تتخلى على أوروبا لأسباب ليزانتيري المنافع والمنافذ. دونك ليزيتازيوني تلمت هي وإنجلترا وأستراليا وداروا حلف واحد بأن امريكا ما حبش تدخل في الحروب هذه باسكو ما تخرجش عليها لا ماليا لا معنويا. الجبهه الداخليه راهي بيرتوربي راهي في غليان باسباب اللي نعرفوها، اسباب الكورونا اللي قعدت عامين ونص زائد منتوجات ولا ما يتباعوش. دونك زيد تدخل الحرب تولي مشاكل لأمريكا. دونك حب يخلي أوروبا تدخل في حرب. كي تدخل في الحرب راح تولي تفرض نفسها على أوروبا ومن بعد أمريكا، وخاصة في حالة الخسارة. دونك واش داروا؟ أوروبا تلمت، دارت لوطون وبدأت أفانسي بالعقل. نهار ضربت 91 نهار بدأت سقطت أمريكا، وكان يخطوا لها الأمريكان في إثر زيارة بريجناف. نهار راح للأمريكان وين الجوساسة الأمريكية الراسية تلاقات مع غورباتشوف، تلاقوا معاه وهو من الخونة الصهيوني، باع كلش، طلع بريزيدون باع وهدم روسيا اكس يوراساس. من بين الشروط تخلى على حلف وارسو، ومن بعد بداو ياكلوا في ياكلوا في اوروبا، رومانيا، بولونيا، لا يوغوسلافي، با مال دو بيي اللي ولات تابعه للكتله الاوروبيه الغربيه. دونك من بعد هذه المره واش حبوا يديروا؟ بداو يافونسيو لوطو باش يحكموا روسيا تكون قريبه للميسيل تاعها كي يكونوا لداخل اوكرانيا. سيتادير خمس دقائق هو الحق لموسكو عاصمة روسيا. لهنا بوتين تحرك، هو اللي كان مازال يؤمن بالدولة القيصرية ومازال يؤمن بروسيا العظمى. دونك واش حب يدير؟ حب يسترجع المناطق نتاعو باش يكون فيها النفوذ وما يخليش لوطو يسانستال تما. شحال من مره هو كان في مركز ضعف، كان عنده مشكل ازمه ماليه خانقه. واش دار؟ طور الاسلحه نتاعو، كان اسلحه راهي مازالت ما دخلتش الحرب وقادر يستعملها اتوم مومون. نهار تدخل امريكا وتدخل انجلترا تما ينجم يستعملهم. دونك قال لوطو
نهار شاف اللي كان جبهة تاع أمريكا حبت تتحالف مع إنجلترا وأستراليا، وزاد مشروع نتاع بيع لي سومارين ولا الغواصات من فرنسا إلى أستراليا اللي تتقدر ب 55 مليار دولار. هذاك المشروع نتاع شراء الغواصات داتها بيان سور داتها أمريكا، وبالتالي صافي يدير 55 مليار اللي ما دخلتش الخزينة نتاع الفرنسية. دونك هما خدموا لهم هذوك لي سومارا مي ما تباعوش، دونك مشكل كبير لفرنسا. الاندستري ميليتار فرونساز راهي في انهيار وفي هاوية. لهذا درك اوروبا راهي في ازمة خانقة. انجلترا مع الاول خرجت من كوميونيتي اوروبية باسكو على بالها واش راح يصرى، وخلات فرنسا والالمان وما يشبه يتكتلوا مع بعضهم، ودوك راهم في ازمه حاروا في المستنقع اللي داروا. وهذاك الاوكرانيا نورمالمون ندوها عبره حنايا، وين شاب يقول لك شاب داروا هكذا غينيون ان كوميديا واحد كما حنايا صويلح وزو الشباب كان موراه وطلع لا بريزيدونس وكانوا يعاونوا فيه ماليا الصهاينه، عاونوه بالبزاف. ومن بعد بداو يطلعوه بريزيدون وضحكوا عليه على خاطر ما عندوش حكمه، ما عندوش سياسه، ما عندوش ماتوريتي بوليتيك، قاعد يدونسي وحده وحده يشطح. وانا درك سور روسيا وندخل لوطون وندير وما ندير، وين وصل تهديم البلد اللي بناه الشعب الاوكراني وعرق عليه وتعب عليه. يجي هذا الجينيون يعشي يدار مع الدب الروسي. لكن هو روسيا درك ما حبش يخسر كييف، مدى به يلقاها قائمة هكذا ويسلم الجيش الأوكراني، يسلم نفسه ويلقى يولي ما يخسرش الأموال على البنية التحتية لأوكرانيا. على هذيك راهو يعطل بالأقل، هو قادر بالقنابل يقلب كاع هذاك كييف. بصح الحكمة هنايا، وزيد درك هذا البريزيدون ماشي موحد يكون هرب، يكون هربوه الصهاينة. ميم الصهاينة درك ما يعاونوش باسكو علاه، الصهاينة درك يشوفوا راه ما ساكتين اخي، مولفين نهار يديروا لا كوب دي موند ولا يكون رمضان هكذا يبداو يضربوا في الفلسطينيين. هذه مرة ما كاش، راه ساكتين يستناو العثرة تاع روسيا تما تشوف كاش يديروا، يخرجوا الانياب نتاعهم وكاع، على خاطر راهم خايفين باسكو روسيا مازالها تشدها شاده الحقد على الصهاينه، خاطر ما يطولوش كان يربحوا هذه الاخر وتصرى حرب عالميه. اول بلد يضرب فرنسا واسرائيل، وهذو الخبات تاع هذو هما اسباب الخراب اللي موجود في العالم، هما هذو الزوج فرنسا امريكا ثلاثه امريكا واسرائيل. دونك راهم ساكتين، وروسيا على ما يسالها لهم باسكو واحد العام في جورجيا اللي تفاعلوها مولوا خزائن دي زونغار مملوءة بالأسلحة الإسرائيلية ومنها الصواريخ ستينجر وما يشبه. على هذيك روسيا راح حطتها في لاجوندا، ومن بعد من قوة الخوف نتاعها واش دارت؟ راح دارت مع المروك غدوة، المروك ينجموا يعطيو لإسرائيل يعطيو لهم الصحراء الغربية وتولي يهربوا من فلسطين ويديروا مستوطنات في الصحراء الغربية. هذا هو الهدف نتاعهم، موجدين كلش. يقول لك غدوة كانت صار الحرب العالمية نوليو ما بين إيران ما بين تركيا ما بين ينجموا يدوروا العرب دانسيلك وماصر وما يشبه، تولي حرب عالمية دائرة باش يتهناو من إسرائيل. تما هما واش يديروا؟ يوجدوا روحهم باش يجيو للصحراء الغربية، هاوليك الهدف نتاعهم.
ومن ثم تنجم امريكا اللي موجوده من جهه المحيط من هي تساعدها باسكو جايه في المحيط. دونك واحد ما يجيب بالمقنبلات البحريه تاعهم ويبداو يضربوا في الجزائر وما يشبه، هذا هو الهدف نتاعهم. دونك ما تغلطوش نفوسكم واش راهو يدير بوتين، ان شاء الله عامل ربح. وحنا كنا ندعيو قلنا اللهم اضرب اضرب الظالمين بالظالمين. امريكا من بكري خابته، وهي اللي سبت موت نتاع صدام حسين اللي صدم على بلاد الى رويني ام بي، ومازالها حتى الدرك مهدمه. كاين فرنسا اللي هدمت ليبيا، كاين واسمهم مام امريكا اللي حبت تهدم سوريا، ومن بعد جات الدور تاع الجزائر. لكن الحمد لله اللي صارت هذه الازمه، ان شاء الله روسيا تربح باش ننجموا نتقواو حنايا، يولي عندنا قوه، يولي عندنا يونان تشري ميليتار. سيرتينمون الروس ما راحش يطرق الجزائر، وراح يدير يونان تشري ميليتار هنايا، وموا اوروبا تولي ما تهضرش معنا. على هذاك اللي اني نأيد في روسيا، يقول لك راك تشوف انت كي كنت صغير تضار بعيده، دائما تميل الواحد قوي، ما تروحش الواحد اللي ضعيف دونك باش يحامي عليك وقعدك. دونك ماذا بينا الناس اللي راهم يطلقوا الاشاعات، وتلقى هذوك العلمانيين اللي عقلهم في فرنسا وامريكا، نقول لهم عاودوا راجعوا رواحكم. المسألة هذه راهي خطيرة جدا، وخطيرة على الجزائر. إذا سقطت روسيا ستسقط الجزائر، ونعيشوا في الحرب. شو كاش الناس راهم هاملين، اللي عندهم دراهم اللي يقدروا يهربوا، بصح الفقراء مساكن قعدوا تحت الضربات الطيران والمدفعية تاع روسيا. دونك حنا ماذا بينا ما نهدموش بلادنا، نقعدوا وايت اند سي، ما نمدوش الرأي نتاعنا، نقعدوا ساكتين، نهار كاش نهار نتقواو، نوليو كما زمان إن شاء الله. هذا ما كانوا تاني الناس اللي كانوا يهربوا لأوكران وزوجوا مع الأوكرانيات، اليوم راهم ندموا. قعدت نشوف في دي فيديو دي زالجيريا ندموا، كان وقيلة جزائرية دابري وسمعت إن شاء الله يكون ما كانش منه باللي ماتت في الأوكرانيا. إن شاء الله يعطي لوالديها الصبر. الناس اللي هربوا وراحوا لأوكرانيا دوك راهم ندموا باللي الجزائر هي الأم الثانية بعد أمك اللي رضعت فيها. ان شاء الله الجزائريين يشمروا على يديهم ويبنيوا البلاد هذه، وجميع اللي زيليت ولا يفني عمره باش يقوي الاندستري ميليتار. دوك ولات لارمومون هي الصح، وثاني الغذاء هو الصح، ثاني هو السلاح. البطن اللي قال عليها كيسنجر زمان، يفو دوك نحكموا التكنولوجيا نتاع الغذاء نتاع النباتات وما يشبه. وكانوا راح يديروا خطه نتاع لي زوجيا باش تولي دائما تبعيه، وتشري عليهم التغذيه من امريكا ومن اوروبا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.